السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين كده، دي مكنسة او خرطوم مكنسة. اتقطع من هنا، ودي حلها بسيط خالص. هنعرف ازاي. اول حاجة عايزين نفك القطعة دي، بيكون ليها زي ما احنا شايفين حاجات بتخلع منها، سكينة او مفك صغير. نبدأ نخرجها، ودي بتبقى رباط، بس بتربط عكس. احنا كده بنفكها وبنجيب الحتة التانية سويناها، القطعة اللي فيها البنود دي، ونبدأ نربط هنا، نربط أكننا بنفك العكس. كده وصلت للآخر، ربط كويس. نبدأ نفك، نربط دي كمان. في فتحة هنا زي ما احنا شايفين لازم نعملها، الفتحة بتاعتها. ايوة، وبندخلها ضغط. نضغط كويس من جميع الاتجاهات لحد اما الجزء ده يظهر عندنا في جميع الاتجاهات، ونخلي بالنا من المكان ده. كده الخرطوم بتاعنا ركب كويس ومفيش مشكلة. بدل ما نشتري خرطوم جديد نقدر نركبه بكل سهولة وطريقة مفيهاش مشكلة، وممكن نلزقه قبل ما نعمله بكل او اي مادة لزق، لكن هو رباطه كويس مفيهوش اي مشكلة. كده تمام معانا، شكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.